بكم مستمعينا الكرام. نستهل نشرتنا اليوم بسوق الانتقالات الصيفية بعد مفاوضات ماراثونية. نجح نادي الخلية في إتمام صفقة من العيار الثقيل مع هداف الدوري الجزائري لكرة القدم في الموسم الماضي. وقد وصل لاعب منتخب الجزائر المحلي مساء اليوم إلى مملكة البحرين، وذلك تمهيدا لانضمامه لصفوف الفريق الأصفر. أهلا، السوبر وصل.